برنامج دكتوراه الصحة النفسية المجتمعية هو البرنامج الأول على مستوى قطاع غزة، وهو برنامج مشترك مع جامعة الأزهر من خلال قسمي علم النفس والإرشاد النفسي بالجامعتين. البرنامج تضمن 36 ساعة نظرية و18 ساعة مقابل الأطروحة. يستطيع التسجيل في هذا البرنامج الخريجي علم النفس والإرشاد النفسي والصحة النفسية والصحة النفسية المجتمعية، وهناك بعض التخصصات ذات العلاقة يمكن أن يسجلوا في هذا البرنامج مع مساقات استدراكية. تميز هذا البرنامج بأنه يتيح الفرصة لخريجي للعمل كمحاضرين جامعيين، ويتيح لهم العمل في المؤسسات الرسمية كالصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية وغيرها من الوزارات، كما يتيح لهم العمل في المؤسسات الأهلية المتخصصة وغير المتخصصة.